بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، متمنيا سمو ولي العهد لجلالته وافر الصحة والسعادة وللمغرب وشعبه الشقيق كل التطور والنماء.